مباشرة فقرة التغذية رفقة ضيفتي أسماء زريول معنا مباشرة من الرباط. صباح النور أسماء. صباح النور حليمة. صباح النور الجميع. صباح الخير أسماء. جمعة طيبة. اليوم موضوعنا غيكون حول كيفية ضبط مستوى سكر في الدم. ما كرهناش نعرفوا معك بعض الضوابط والإرشادات اللي نقدموها لكل مستمعينا. نعم أكيد. ضبط مستوى السكري في الدم، خلينا نعرفوا أن ضبط مستوى السكري في الدم كيتعلق بمجموعة من العوامل. هي مسألة ماشي مستحيلة ولكن جد ممكنة إلى ضبطنا مجموعة من العوامل. أولها الأكل، كمية الأكل ونوعية الأكل اللي إحنا كناكله. إذا لا يكفي، وهذا شخص الناس تفهمه ودخلوا لرأسها مزيان، أنه لا يكفي نأخذ فقط الدواء، سواء يعني مضادات السكري اللي هما عبارة عن يعني أوغال، يعني ليزونتي ديابيتيك أوغال اللي هما كيتخذوا عن طريق الفم، الكينات ديال السكر. نعم. أو لا بالنسبة للأنسولين، راه ملي كيعطيك الطبيب الأنسولين ولا كيعطيك الكينات ديال السكر أو حتى الحقن ديال السكر الاخرين من غير الانسولين اللي ولاو دابا هاد لا نوفيل جينيراسيون، هذا لا يعني انك راه غادي تقدر تاكل اي حاجه وترجع عادي. لا، راه ملي كي تعطى الدواء شنو معنيتها؟ معنيتها انه هذاك الطبيب راه خافك توصل لمضاعفات السكري. واخا يعني انت في واحد المرحله فين لازم تاخذ الدواء باش يحميك من مضاعفات السكري وباش انه يعاونك باش تقاد مستوى السكري، ولكن ابدا ابدا انك تاكل اي حاجه ولا باي كميه. والدليل ان الناس اللي كيبداو ياخذوا الادويه راه الا ما تبعوش نظام غذائي مناسب لحالتهم والمستوى السكر وكل شيء، شنو تيوقع لهم؟ رتاهما حالا راهم من وجود الأدوية والأنسولين وحتى الإبر ديال المضاد يعني السكري تيبقى مستوى السكر طالع. نعم لأن تيخصو يعني كيف ما قلتي العلاج أكيد. يعني الإنسان اللي هو مصاب بالسكري غياخد الدواء، لكن كاينين بعض التفاصيل أسماء اللي تيخص الإنسان يرد لهم البال، وإلى جانب الأدوية كاين العلاج الطبيعي. يعني العلاج الطبيعي اللي هو مني الراسي نحافظ على واحد النمط العيش اللي هو صحي. صحيح صحيح. هنايا لان الملاحظ ان هاد مرض السكري تيقول لك صافي انا راه كناخذ الدواء، يعني ما عندوش غرض في النظام الغذائي ابدا. اكبر خطا ممكن يعملو مريض سكري انه يعتمد فقط على الادويه بدون مراعاه كميه ونوعيات الاكل، لان هذا مهم. وشنو كيوقع من بعد؟ كيوقع ان الانسان كيبدا ياكل عاوتاني اي حاجه وكيرجع السكري يطلع ليه. أو لا مثلا الدواء والحلوى د لاكريم، الدواء والحلويات ومجموعه الاشياء والعصائر الخبازي. نعم صحيح. باش شنو كيوقع؟ كيرجع للطبيب واحد الكميه بواحد نسبه السكر عاليه. الطبيب الهم ديالو انه يحميك من مضاعفات السكري، فكيضطر يزيد في الجرعه ديال الانسولين او يزيد في جرعه الدواء باش يوصل معك لواحد المستوى. وكندخلوا في هذيك الحلقه المفرغه، لان واحد الوقت راه ما يمكنش يعطيك كميه انسولين اكثر من اللي لازم. ما يمكنش يعطيك دواء اكثر من اللي لازم، لانك مفرط في الجهه المهمه الاكيد اللي كتلعب على هذا الشيء اللي هي يعني الغذاء والنظام الغذائي ديالك. نعم. الحليمه الا سمحتي لي، كاين اللي كيرتكز يعني كيعرف راسه انه مهدد بالسكري عنده العلامات الأولى، فتيبرجع يقاد نظامه الغذائي ونمطه الحياتي وما كيوصلش نهائيا للأدوية.
نعم نعم وداك الشيء علاش تيخاص اي واحد منا يمشي يدير التحليله ديال السكر يعني باعراض او بدون اعراض لان كيف ما قلتي في بعض الاحيان تيكون يعني تيكونوا مؤشرات وملي كديري التحليله كتلقاي مثلا الخزان ديال السكري كتلقاي طالع في حين راه ما كاينينش علامات اليوم واضحه ف نعم نعم تفضل نعم نعم فعلا يعني في وقت متاخره الى درنا الخزان ولقيناه طالع راه هذيك من بين العلامات المتاخره وكاينين علامات كما قلتي ماشي واضحه ولكن ممكن نردوا ليها البال زياده المحيط الخصر وجود مناطق داكينه بحال دابا تيبقاو يقادوا في الوصفات تفتح المناطق وهذا والاصل في المشكل راه هو مقاومه الانسولين بدي عند هذاك الانسان وهما تيبقاو يديروا في الاخر يعني مجموعه من الاعراض اللي كتخلي الانسان يبان عنده شويه مبكرا هاد الاعراض هادو ديال مرض السكري. عاده الخزان شحال خاصو يكون فيه اسماء يعني الشخص العادي يعني حسب نعم يعني حسب الوزن وحسب سن وحسب سن على الخصوص يعني من الأفضل ما يفوتش ديك 5.3 5.5 على أبعد تقدير يعني هنا رحنا كنتكلموا على يعني باش نبقى واحد المنطقة الأمن ما نكونوش غير ليميت في هذه الحالة يعني الأفضل نبقاو وكاين اللي كنلقاو عندهم كيكونوا ناس أصحاء كيكونوا بطريقة جيدة ومناسبة تلقاو عندهم المستوى ديال الخزان عندهم 4 يعني الخزان 4 تخيلي 4 راه توب اكيد 4 اكيد نعم غير هذيك 4 ما خصهاش تكون جات بالمجاعه مجوعه راه تكون جات تكون صحيه نعم صحيح نعم نعم الى وسمحي لي نعم تفضلي غير باش نشجعوا الناس على هذا السكري خصنا نعرفوا انه قد ما قدينا مستوى السكري وقد ما نزلنا الخزان قد ما بقت البشره بلا كريمات بلا صداع الراس في احسن حالاتها صحيح لان العدو للبشره هو ارتفاع السكر وكنلاحظوا هذه المساله هذه ملي كنقطعوا السكر لواحد المده غير مثلا ديال مثلا ديال جوج الاسابيع او ثلاثه يعني كتلاحظي الفرق على مستوى البشره يعني البشره كتولي لامعه كما تنقولوا لها وجهك كيصفى صحيح واخا الى جانب هذا الشيء خاصنا نحافظوا على شي حويجات اللي هما في يدينا مثلا التوتر صحيح صعب ان الانسان ما يتوترش فعلا وهذا الجانب ديما كتذكري به وفي محله نعم الاجهاد والتوتر كيف ما قلت احنا كاملين تنتوتروا ومع الاسف ولينا كنتوتروا وكنتاثروا بشكل يومي اسماء فالاجهاد والتوتر تا هو كذلك كيزيد يعني من المشاكل الصحيه ومنها ارتفاع نسبه السكر في الدم نحاولوا كذلك كنظن غتكوني متفقه معايا نتناولوا اكثر الاطعمه الغنيه بالالياف صحيح نعم تكلمنا عليها بزاف أيه. تماما نحافظوا على الرطوبه ديال الجسم ديالنا الماء شرب الماء صحيح انا حافظه الدروس اسماء لا لا ما عندي ما يتسالك كنديروا لهم دابا الغزيمه الخلاصه نعم واكيد دائما نعاودوا نقولوها المشي اولا نديروا اي نوع من الرياضه وكيف ما قلتي اسماء مشكوره الواحد دائما يحافظ على يعني صحيحته قبل ما يوصل المضاعفات راه منين تنعتقوا راسنا قبل ما نوصلوا المضاعفات اكيد تنوفروا علينا بزاف ديال الحويجات اللي يقدروا الانسان يضروه لا صحيا ولا جسديا ولا نفسيا. تبغي تختمي بنصيحه اسماء؟ كنبغي نختم بان الناس دائما الله يجزيكم بخير اللي بغى نظام غذائي جيد ومتوازن راه ماشي كافي انه يلتجأ ولا يضعف ولا ينقص مستوى السكر لجميع الوسائل المتاحه دابا
اللي منها هاد الابر اللي دابا راهما اون ريبتور بلا ما نذكر سميتهم اللي بكثره ما خداوهم الناس اللي باغين يضعفوا ما بقاوش موجودين لمرضى السكري. تخيلي معايا هما داروا المرضى السكري باش يساعدوهم الناس اللي واصلين لحالات متقدمه نود نتا واحد الواحد من الواحد لواحد يقول لي خذوا دير هاد الابر غادي تضعف غادي تضعف حين ان حنا ما عندناش ما يكفي من لو روكول ولا من يعني لو روكول يعني مازال ما عرفناش بزاف على هاد الابر اننا نمشيو ليزابليكاسيون كتعطينا فكره على الطعام ديالنا تطبيقات الهاتف كيعطينا فكره ولكن غير كافيه فاحنا دائما كنحتاجوا توجيه من مختص كيجلس كيتناقش معاك كيتكلم معاك على لي ديفيكولتي ولا المصاعب اللي كتلقاها في نظامك الغذائي باش كتعرف الاساس ومن بعد تقدر انت تكمل المشوار ديالك ولكن غادي تكون عرفتي مجموعه من الاشياء اللي مهمه باش ما تطيحش في شي غلط من الاغلاط. نعم شكرا جزيلا اسماء زريول، دائما كندوزو معك اسبوع مفيد من خلال فقره التغذيه. شكرا جزيلا لك، نتلاقاوك ان شاء الله في حلقه مقبله باذن الله.